السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سيارة SRT؟ ركز معي. ما عندك سيارة SRT؟ ركز معي أكثر، لأن هالمرة غير. إذا عندك أي سيارة SRT، دوج، كرايزلر، جيب، شارك معنا بمسابقة وخوش SRT على موقع عرب جي تي على الرابط الظاهر بالأسفل. بعد ما دخلت الموقع سجل بياناتك، حمل صور سيارتك حتى لو كانت معدلة أو ممعدلة، عشان ممكن تتأهل ونجي نزورك في مدينتك ونصور معك قصتك مع سيارتك SRT. وبعد زيارتنا لك ممكن تنافس لتكون سفير SRT في الشرق الأوسط 2016 وتحمل لقب وحش SRT، بالإضافة للفوز بكت تعديل كامل لسيارتك بقيمة 30,000 دولار، أي ما يعادل 110,000 درهم إماراتي أو ريال سعودي. وبالنسبة للشباب متابعينا اللي ما عندهم SRT، عادي، حكينا هالمرة غير. بإمكانك الفوز بسيارة دوج تشارجر SRT جديدة، بس عندك 3 خطوات لازم تعملهم. الخطوة الأولى، ادخل على الموقع الظاهر أمامك وجاوب على الأسئلة اللي تظهر لك بأسرع وقت ممكن. على فكرة الأسئلة بسيطة جدا. الخطوة الثانية، صوت للسيارات اللي بتعجبك من ضمن السيارات المتأهلة، حتى لو صوت للجميع عادي. الخطوة الثالثة، استخدم هاشتاج وحوش _SRT على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى فكرة كل ما استخدمت الهاشتاج أكثر ونشرت الحلقة أكثر، زادت فرصتك بالسحب لتفوز بسيارة التشارجر SRT الجديدة. أنا متأكد إن واحد منكم بإذن الله راح يشارك معنا في الموسم القادم من برنامج وحوش SRT 2017 بسيارة التشارجر SRT اللي حيربحها. سلام.